بالنسبة للشيطان. زيت زيتون، ماء مرقي، زمزم، رقية، بقرة، الصافات، أذكار، صلوات، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتشبث بالبدن؟ نعم نعم نعم. والدليل هو كما قلت، هو أن طوال سنوات طويلة جدا مختبئ، مع أنا كنت مجتهد، فلما ظهر الآن يظهر القوة والجلد. لكن الآن كلام هذا التحدي ليس هو فعلا يتحدى وقوي، لكن هو بالنسبة لنا إيجابي، لأن خلاص ظهر الإشكال. ماذا؟ إلى أين يكمن؟ الإشكال يكمن حينما تلقيه رقية، ركز معي في هذه النقطة، وحينما تلقيه رقية وتكرر الرقية لا يتأثر بها في نفس الوقت. له سحر وحصون، لا بد من تنويع أساليب العلاج حتى تكون الضربة موفقة. طيب، لانه انا من زمان يعني لما كان متخفي وهذا ما كنت احس فيه انه بيمارس معي هذا الفاحش وهذا الاشياء، يعني ما كنت الآن احس تشعر لانه ظهر. وتحدي، لأنه ظهر وتحدي، كأنه يقول لك ربك الذي أنت تحاربني به وأقول يخلصك ويا الآن. شيخ بيوت جالي راسي، يا الله ارجع عند الساحر، هو الوحيد اللي شايفك كويس. كلام، هذا كلام. الآن يصبح التحدي أشد، ولذا أقول العلاج ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، وأنت تحارب من أجل أنك تفهم حالتك، وبعدما تفهم حالتك تظهر الأعراض ويظهر هذا الشيطان. لكن القسم الأخطر لهذه الحالة القوية هو ما بعد ظهوره، لأنه يكون عنده تحدي أشد وأعظم. لماذا ظهرت؟ ومن أظهرني؟ وربكم هذا قادم علي؟ الآن ترى بأسي وشدتي وجلدي وصبري. ويحاول جاهد ما أوتي من قوة نفسيا وبالحيل والمكر والقوة، نعم، على أنه لا على 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 انه يتوقع، على انه يوقف العلاج باساليب، فهمت، على انه يوقف العلاج باساليب كثيره مختلفه. نعم، فهمت كيف؟ اذا صافي، غادي نشوف، ماشي مشكل. اذا هذه هي الطريقه اللي حبيت ان نوضح لك باش تكون انت على بال، تكون واضح. لكن لا بد من تنويع الضربات. طيب يا شيخ، انا عندي حاجه. تفضل. ليش نحن والله انا يعني انا وجعت لك راسك وتعبتك وتعبت ابو النعيم وتعبت المركز بكله، يعني انا بصراحه بعتذر من الجميع. لا بالعكس، بس يا اخي انا بقول يعني جلسه الثلج وآية الحرق والعذاب ومع السلامه، يلا حرق حرق وهو يموت ولا اموت انا معه، ما عاد اصلا قد الحياه هكذا، ما لا حياه تقري. شو انت صراحة. انت تتكلم الان بالعاطفه، انت الان تتكلم بالعاطفه، انت تتكلم بالعاطفه. انا بس انت تقول ممكن يعني ممكن ممكن تقول لي كلام احسن. نقول لك شو، تقول لي حاول على انك تسلك مع مسلك القوه والشده والقتال، لان الليل لا ينفع معه. اقول لك نعم، لان هذا الكلام فيه عده اشياء. الامر الاول، لماذا اقول لك شيء؟ قل لي. الحصه الماضيه حينما أبى أن يتكلم أنا قمت بأسلوب تعذيب دقيقة ودقيقتين، تغير محل العلاج، بالضبط أصبح في شيء من اللين. وحتى أنه وإن أسلم خداعا ونفاقا، لكن ظهر أنه يخشى العذاب. طيب بس الآن أنه بيخشى العذاب عندك أنت وبيهتاب منك، وشوف أنا بدخل عندك أنا برتعش، أنا مش أنا اللي برتعش، اللي برتعش هو اللي فيني. فهمت. طيب بس أنه الآن أنت بتعمل أسلوب ثاني، أبو النعيم بعمل أسلوب ثاني، أسلوب التعذيب. هو بكره أبو النعيم، أنا شو أقول لك، وصيح قال له أنت واحد خبيث، قال له أنا اعتذرت من أبو النعيم، أنا بصراحة لا احنا شوف احنا يعني احنا في الشيء هذا أعوذ بالله. فلا شوف، في المركز هنا أنا يعني أنا من معي كل معتادين، يسبوننا، يضربون، يشتمون، لا نهتم. المريض شيء والشيطان شيء، انت خذ راحتك ما تخاف، انا ناخذ يعني كانه من ابو النعيم. شوف ابو النعيم بيشوفك كانسان استفزازي، كل ما قام ابو النعيم قاومه كل ما زادت قوته يتقوى عليه وتقوى على ابو النعيم، فهمت كيف؟ اسلوبك انت معاه كانه الاخر جلسه انا لاحظت انه في ليون وفي هدوء وكانت فيه هدنه، كان بيقول لي لا ما كان ابو النعيم بيقول لي بعمل لك جلسه، كان يقول لي لا ما تروح، لا ما تروح، ما تروح، ما تروح، اترك اترك، كانه لانه في شيء هدا يعني فكر هدات شوكته من المشاكل وهذاك ال اسمه يعني شوف
شوف لما يكون فريق تعذيب في المخابرات في الشرطة في يكون يسلكوا مع المجرم ترغيب وترهيب، وكلاهما في خندق وفي في هدف واحد. لا انت فاهم الموضوع يعني. لا هدف. لا فيها لا هدف. فيأتي عند المجرم يقول له شوف أنا أرحم وأنا أرأف وألطف وممكن أخفف عليك ويكون عندك تخفيف وكذا، اعترف لي. هو نفس الشيء، أقول له ما ينفع، ما أقول له تعذيب تعترف، فأي ملان له هذا. لكن نحن لا نريد أن نظلمه يعني. الفرق بيننا هو أننا سواء بالليل أو العكس صحيح، هو بشدة على حسب ما نرى مناسب في الجلسة. الغاية هو أن ننقذه هو أصلا من الضلالة، لأن أنت الآن تحارب تواجه مخلوق أعطاه الله القوة والساحر زاده قوة، لكن هذه القوة يرى أن القرآن كلما أحيانا الشياطين حينما أنت تواجهها بالقوة وحدها ما تغلبهاش. اسمع جيدا، قاعدة مهمة، حينما تواجهها بالقوة والعنف فقط هي أقوى منك، ويصبح لها غيظ وحقد أكثر وأشد. هذا اللي أنا خايف منه توصل. لا 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 ما تخاف، لأن احنا الآن ندرس. شوف احنا اللي يخاف هو اللي يقرأ عليك ويقول لك روح مع البحر. لا نحن ندرس كل مجلسة لها بعدها فهم حتى نصل لنقطة القوة ونقطة الضعف القوية جدا. اسمع جيدا، الإشكال القوي الخطير عند الأبارسة هو حينما تواجهها بالعناد، حذف، صعق، حرق، نسف، تدمير، تحطيم، ضرب كذا، وتكون هي صاحبة بسالة وشدة وعناد ومكر وسحر. قد تواجه المريض بأشياء لا تخطر له على بال، والدليل هو أنك حينما بدأت في العلاج وظهر وبدأت تحدي بدأت تشعر بعمل قوم لوط مباشرة. أول ليلة تحدي صريح كأنه يقول لك الآن أخرجتني إلى حيز الوجود وأظهرتني، تحس فيه الآن تعذبت في الذلة. هذاك الليلة تتذكر الساعة 12 بالليل اتصل لأسماء وأنا ببكي، يا أسماء تعالي شوفي حالتي أنا خلاص صايب الجنون بحس في قد... وهناك من يظهر له حقيقة. أحكي لك شيء، والله الذي لا رب سواه، جاء عندي رجل من الصحراء، ورجال الصحراء ما شاء الله هناك رجال تبارك الرحمن طول وعرضه، والله العظيم أقسم بالله طول المسافة. اسمع اسمع، أنا الأمر لا أنسى طول المسافة، وهو يحمل مكان وعليه رباط خيط متين أو مربط يعني. إلا هو يشد طرف ثوب، وقلت ماذا؟ قال لي أنا أربط الآن، يستشعر كأنه يربط عضو الشيطان. انظر معي، قال واجهته وخرج لي مباشرة، قال كيف يفعل بي عمل قنوط أمام زوجتي وأبنائي، يعني خلاني ماشي راجل. والله العظيم الناس يقولوا هذا عنده خرافة، عنده هذا حقيقة عشتها أنا. قولي والله العظيم يخرج لي أمام عائلتي عاري ويأتيني ويسمع أهل صراخي. طيب هو مش ويمارس عليه عمل قوم لوط، تحدي بسحر الصحراء، أشهد الله الذي عشتها. وتخيل، وقال لي ما كان مني إلا المواجهة، قال لي واجهته، قال لي والله الآن أتكلم معك أقسم بالله أني ماسكه هنا. طيب مش هو ساحر، ليش ما تخلص منه على أساس أنه ساحر وعنده طلاسم عنده هذا الشخص؟ كيف؟ ليش ما قدر يتخلص؟ كيف قدر يربط الذكاء؟ شوف تكون شوف هناك في عالم الروحانية الرقية هناك أصل لا يعلمه إلا الله. قد تكون أنت بحذف حجر بسيط قد تحرقه. أسرار تكون مع الله سبحانه وتعالى. هو قوي ويتعدى عليه، ولكن لما مسكه أصبح ممسوك. ولهذا هو تحكمهم أحيانا تحكمهم الصورة. الجن العلماء اتفقوا على مسألة، الفقهاء اتفقوا على مسألة، فما هي؟ وهي قالوا أن الجن والشياطين تحكمهم الصورة. كيف تحكمهم الصورة؟ مثلا لو أنه كان خفي أنت لا تستطيع أن تمسكه، لكن لو تشكل تقدر تمسك تتحكم فيه. مثلا لو تشكل لك أسد ورميته بسيارة مات، تشكل لك أمك ورميته برصاص يصاب، لأنه هو ضبط نفسه في صورة فحكمت عليه.
فكان شيء فأصبح شيء لو كان لك كأنه خرج من شكله تشكل. نعم. فهذه الصورة أصبحت هي بتحكم عليه، فهمت كيف؟ نعم فهمت عليك. فهو لما كان جاء رجل في شكل رجل يعتدي عليه، لما مسكه مسك عضوه حقيقة، فمسكه على العضو الذي هو يظهر لو كأنه رجل، فمسكه. لو أنه جاءه كطيف وجين وشبح ما يمكن أنه يمسكه، فهمتي؟ فهو يستشعر كأنه يمسك شيء عضو، يعني ملامسة شيء. ويقول ما أخوه كنت تقول له أطلق أطلق، لا أنت لا تشعر بأنا أشعر، ويفهم هذا. فهمتي كيف؟ هذه حقيقة. تغلو تحكمهم الصورة. فلهذا أنت لما بدأت في الرقية، لكن هو لا يأتيك بالصورة حقيقية، لكن أنت تشعر بالاعتداء حقيقة. أنا بشعر بالاعتداء يا شيخ والله. وتشعر بالأفكار والوساوس الهدامة الخطيرة حقيقة. يا شيخ خلاني أمشي لأجل رب محمد. شوف شوف شوف. أحتقر نفسي والله. شوف أنا أعيدك، أنا وعد حر، أبشر بالخير. الآن أضبط الأمور وأركز مع أسماء إن شاء الله، أجعل لك نصف يوم. وعد مني وأبشر بالخير. خلاص شوف شوف اسمعني ابشر. انا الان شوف انا قاطع المسافه، انا فاهم اخر وشك وشك هذا والشنور. ابشر ابشر ابشر، وانا شايفك والله الذي رفع السماوات بلا عمد اني شايفك في منامك ما ادخل عندكم مستبشر الخير. ابشر والله العظيم تروح ان شاء الله مسرور الخاطر ان شاء الله. ابشر. انا شيخ انا شوف في حياتي انا والله العظيم يعني لا في انظف من قلبي بقلب على الارض، لا بظلم احد ولا بسرب احد ولا بنهب احد، انا احترم من الناس كلها، احب الناس كلها، احب الخير للناس كلها، كل الناس واللي حواليا تحبني. انا بحياتي ما ظلمت احد، انا ما استاهل الظلم هذا والله العظيم. فهمت الحمد لله. ابشر ابشر ابشر. لا اله الا الله. اصلا ابشر ابشر ابشر. هذا القران كانت يهدته لي واحد السيده في مكة المكرمة، والله نسيت تليفونها مسكينة، كنشوفو كنتفكر، حد طالبة علم، واحد الأخت طيبة مسكينة كانت مريضة، وسبحان الله كان جاب ليها الله واحد الكرامات، حنا كنتكلمو عليها، كرامات في العلاج، سبحان الله، كانت وقعت لي 27 في الحرم، وكنت سجلت معها فيديو هي والدها في مكة، يعني كنقول لك عالم الرقية، والله إلا عرفنا أن الله عز وجل قريب من عباده، كيف هذاك الماتش الكرة، تعرفني كنت تتفرج في فريق وانت تحبه وتقول خلاص انتهى الوقت، حتى يكاد يعلن الحكم نهاية الصافرة وتكون هجمة ولا ضربة جزاء ويأتي الهدف والنصر. سبحان الله. شوف انا على يقين الرقية ما وصلنا اليه والله قسم بالله فتح عظيم ونصر عظيم، لكن انت الان في مفترق الطرق، لا بد ان هذا يهدى او انه لا بد ان تشل حركته او يقتل. وانا لا احب ان ابالغ في مساله الجنود والقتال، انا ما احب اتكلم، وان الحمد لله اعرف كيف اسير فيها، فدعها ان شاء الله سير بيني وبين الله وان شاء الله يكون خير. ابشر 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 ابشر. يا ربي يا ربي يا رحمك يا كريم، يا رب تمدد ان شاء الله وعمل عليك الثلج واصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة طاح لي واحد التليفون ديالي، طاح لي وفيه أرقام كثيرة ديال الناس. يا ما شاء الله صافي صراحة. الله يشجعك. ولكن شي ناس كتفكرهم بشي مواقف كتبغي تتكلم معاهم وتطمئن عليهم، ولكن ما شاء الله صافي. جاتنا انتقادات مشان الفيديو اللي عملته. بنعمل الجسم كامل ولا بس لهذا فقط يعني؟ كيف؟ يعني اعمل الجسم كامل ولا بس لهذا؟ لا الجسم انا اضع الثلج عليك فوق ضروري. طيب بس هذا ما يكفيني، اذا بتعمل هكذا ماذا ما راح؟ لا القدم هو من الافضل، انا اشوف انا ارى اللي تشوف انا ارى من الافضل انه يكون على الجسم كامل، لان هذا ما طيب خليني اروح اجيب المشمع، البس ملابسي واروح اجيب المشمع من برا وافرشها احسن 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 احسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة اليوم بإذن الله تعالى، أنا أقول لهم حلو لك اليوم إن شاء الله تعالى سوف أفتح مجموعة بإذن الله تعالى خاصة بالأخوات، مجموعة باسمي خاصة بالأخوات، نتدارس فيها كل القضايا بإذن الله عز وجل، وكذلك التأجيلات أو المواعيد أو الأفكار ستكون مع نخبة من الأخوات الفاضلات على رقمي 00212666136591 على الواتساب. سوف نفتح إن شاء الله تعالى، وربما تكون هناك إجابة مع مدرسة حالة بعض الأخوات لإجابة على الاستفسارات. هناك أشياء كثيرة ربما تكون خاصة بيني وبين الأخوات بإذن الله عز وجل، المتابعات التي تنعرفها دائما معنا إن شاء الله عز وجل. هذه الفكرة سأضع لها منشور خاص، اليوم بإذن الله ستفتح هذه، وسوف أختار إن شاء الله عز وجل من يكون معي بإذن الله تعالى في هذا، حتى نحاول أن أشياء لا أستطيع أن أسير فيها أنا تكون في الكواليس، يكون إن شاء الله هناك مجموعة معي بإذن الله تعالى وتعطيني الأفكار التي تكون نافعة للأخوات إن شاء الله، الأخوات خاصة بإذن الله تعالى. 00212661365951 الله أكبر كبير. بالنسبة لأختي صالة في أنك، أنا أقول لك إذا كانت أختك في الدار البيضاء بإذن الله يكون بإمكانها أنك تصلي عندك رقم أناسي وتلتحق إن شاء الله مليون بالمركز بإذن الله تعالى، هو مفتوح لمساعدة الناس، مفتوح لمساعدة الجميع بإذن الله تعالى. أنا كنقولها وخاصة والأصدقية تكون الأخوات لشد الموعد منذ مدة أو كنعرفوهم منذ زمن ويحتاجنا إلى المساعدة بإذن الله تعالى. طيب بسم الله، وانا احط لك الفوق كذا يا كذب. لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه، ونسأل الله جل وعلا في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجعلنا طيبين مباركين، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدقائق والساعات بر ورحمة وخير ونور وبركة وشفاء لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنسا وجنا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الأبدان نوراً وبركة تجري بالخير والنور والبركة، وتمضي بفضل الله وبركته إلى كل نور وفضل وهدى وخير وبركة. ووجب أن نبين بفضل الله تعالى لمن سكن البدن وتلبس به أن الله جل وعلا قادر على أن يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر. ووجب أن نحذر من تلبسوا بالكفر والشرك والظلم أن العاقبة وخيمة، وأن يسارعوا إلى فك عقد البدن وأسحاره العظيمة، وأن يحسنوا العمل داخل البدن وحوله مع آي القرآن. وجب أن نبين لهم أن ملائكة الله عز وجل معنا، فهي تتنزل مع ذاكر يذكر ربه، تحفه ملائكة الله عز وجل، ونحن قوم اجتمعنا على ذكر الله، اجتمعنا على كتاب الله والتوكل على الله. ولا شك ولا ريب أن ملائكة الله بإذن الله تعالى معنا، والله سبحانه معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عنه شيء من حالنا. فإن أقدركم على اختراق المسام والجلود والأبدان فقادر على أن يعذبكم داخلها عذابا شديدا، وقادر سبحانه أن يجعل الأبدان عليكم سجنا عظيما، وقادر سبحانه أن يخلصكم وأن يخرجكم من الأبدان. سبحانه لا يعجز شيء، سبحانه لا يعجزه شيء. فإني أوجه كلمات البر والخير لكل من استمع إلى القرآن، لكل من استمع إلى الوعظ والبيان، إياك أن تظن أنك تحارب من لا يقدر، فإن الله تعالى يسمع ويرى لكنه حليم. جعلت في البدن وسواسا، وجعلت في العورات آلاما، وجعلت في الصدر أحزانا، وجعلت في المال محقا، وجعلت في السير والحياة تعطيلا، وأنت تفرح بهذا فاسمع واعلم. قل كفى ظلما وفحشا
وأنب إلى الله جل وعلا تهمل. فبسم الله نبدأ. وأنت الآن في يمينه وشماله، وأنت الآن في أنفاسه وعقله وقلبه وفؤاده. إن الله سائلك، إن الله جل وعلا سائلك، يسألك الله سبحانه وتعالى، يسألك المولى جل وعلا. إن الله سائلك، يسألك الله جل وعلا عن الخير وعن النور وعن البر وعن القرآن. يسألك الله أما سمعته وهو يتلو كلام الله، أما سمعته وهو يجهر بالدعاء إلى الله، أما سمعته وهو يستعين ويتوكل على الله. فلما كل هذا الصد والعدوان والعناد؟ أين أنت أيها الشيطان من ذكر الله؟ أين أنت أيها الشيطان من طاعة الله ومن حب الله؟ العمر يمضي، العمر يمضي ولم يبقى إلا ما قدره الله. فاعلم أن الأعمار بيد الله تعالى، والله جل وعلا قد يأخذك وأنت على هذه الحال، فتكون أخ لعشيرة ذهبت إلى جهنم جزاء عنادها وطغيانها وكفرها، وأنت في ساعة ومهلاه. فإن تبت أحبك الله وأحبتك الملائكة وأحبك عباده الذين يطيعونه ويعبدونه ويوحدونه، عفى الله عنك وعفى الله عما سلف، فاعف عنهم والعافين عن الناس. الله عفو يحب العفو، فاعفوا. هيا إلى الله جل وعلا. أيها الكبير، قيدك ساحر بسحره وكافر بكفره وظالم بظلمه، قيدك داخل هذا الرجل وهذا الشاب، فجعلت والعياذ بالله وطأك في عورته وسؤته وعلى نجاسته وجنابته. اسمع واعلم، ما قام به الساحر الفاجر تقوم به، فأين عقلك ولبك؟ وأين قلبك وفؤادك؟ إن الله تعالى جعلك رجلا كامل الرجولة لتكون كأمة وزوجة تحبها وتحبك وترعاها وترعاك، ولتكون لك بإذن الله جل وعلا أواصر البر والخير والصلة والأبناء والذرية والأحفاد، لتكون رجلا مهابا طيبا مباركا في قوامك وقوتك وفحولتك ولباسك وطاقتك وقدرتك وتنقلك، لا أن تكون على هذا الزيغ والشطط والميل والانحراف. فاسمع واعلم، إن السعر أذل رجولتك وقياد قوتك وقدرتك ونورك وفهمك وبصيرتك، والله جل وعلا أرضى أن يطهرك وأن يثبتك وأن يرحمك وأن يعفو عنك. إن الله جل وعلا خلقك رجلا، والرجال بفضل الله قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فاسمع واعلم، الرجال وقال الله وليس الذكر كالأنثى أتأتون الذكران من العالمين. فاسمع واعلم، إن الشيطان غير وحرف فجعل الشذوذ، غير وحرف فجعل الفواحش، حرف وغير فجعل الوطفي في الرجال. فاسمع واعلم،
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جعل الدماء طيبة والأرواح طيبة والنفوس طيبة، وجعل سبحانه جل في علاه الوطأ طيبا في حل وحلال بين زوج وزوجه. فاسمع واعلم إن الله جاء بالإسلام، هذا هو الإسلام الذي تحاربه، فكيف تكون أنت موجود لولا رجل ولولا امرأة ولولا ذكر ولولا أنثى؟ كيف لك أن تكون الآن قادرا قويا إن لم يكن اتصال بين زوج وزوجة ورجل وامرأة؟ فكيف تأتي أنت وقد كان من يطأ ذكر رجل ذكر على ذكر؟ فاسمع واعلم إن الله جعل قواعد لا تتغير ولا تبدل ولا تتحول، خلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فاسمع واعلم هذا هو ربنا الذي خلق الإنس وخلق الجن، خلق الذكر وخلق الأنثى. الله سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم، واعلم أن الله جعل لك في وطي حلك شهواه، وجعلك في وطي حلك متعاه، وجعلك في وطي حلك سعادة، وفيها أجر عظيم عند الله تعالى وذرياه. فاسمع واعلم أيها الشيطان، إن من قيد حقيقتك وقيد نورك وبصيرتك ساحر أسحار، وجئنا كي نخلصك منها بإذن الله، كي ترتقي في الدنيا وترتقي في الآخرة، لتكون حرا طليقا في الأنهار والبحار والقفار، لتكون بإذن الله طائعا عابدا لله وحده بلا قيود ولا سلاسل ولا أقفال. إنا معك بإذن الله حتى ترى النور والخير، لسنا عليك ردا ولا ندا ولا حربا ولا صدا ولا منعا، بل جئنا كي نجعلك بإذن الله فرضا، لا تتأثر بتأثيرات الأسحار ولا تتبدل بتحولات النجوم والكواكب والأفلاك والليل والنهار، فتبقى ثابتا شامخا لله عزيزا. فاسمع فإني لك ناصح، فاعلم أن البدن تسكنه ليس ندا لك وليس عدوا لك، بل أنت من تعاديه كي تكافئ سحر فجره، حاربوك وحاربوه وعادوك وعادوه، فإن الله تعالى يحب أن تكون أنت وهو على الرحمة وعلى اللحمة والمحبة وعلى البر والخير، وتحارب جميعا من جعلكم في الذلة والدون، وجعلكم في القهر والصغار. إن الله معنا يخلصنا من قيود الفواحش الحرام والظلمات والمنكرات الحرام. إن الله جل وعلا جعل أسرارا تحيط بنا بالقرآن بملائكة الله بالأنوار. فاسمع واعلم إن الله يريد أن يخلصك، فشمر معنا يرحمك الله، وأقبل معنا يرحمك الله، واعلم أننا والله وبالله وتالله نفرح كما يفرح الله بتوبتك. فإذا كان الله يفرح بتوبتك فلما لا نفرح نحن؟ بل نفرح بفضل الله ونزداد فرحا بفضل الله، أنك أصبحت طاهرا لله، أنك أصبحت نقيا لله، قويا في طاعة الله، من أهل الجنة بإذن الله، يحبه الله، والحمد لله رب العالمين. اقرأ القرآن الذي لا يتبدل ولا يتحول، وافهم ماذا حصل مع إبراهيم، وماذا حصل مع لوط، وماذا حصل مع عيسى وموسى، وماذا حصل مع الأنبياء والرسل أجمعين. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن معه في القيام، اقرأ القرآن معه في النهار، اقرأ القرآن معه وارتل القرآن ترتيلا، اقرأ القرآن. أما سمعت كلام الله جل وعلا؟ أما سمعت القرآن؟ أما سمعت كلام الله عز وجل؟ ونحن الآن بإذن الله تعالى نقرأ عليك القرآن كما لو
ولو كنت تسمعه أول مرة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن يستمعون الآن إلى كلام الله عز وجل، يستمعون إلى كلام الله تعالى بعين الحق، بقلوب طيب، قلب طيب، وبنفس طيبة، لإحقاق الحق بإذن الله دون كبر أو عناد. أرعي سمعك وأقبل على الله بحسن الإصغاء والإنصات والاستماع. بسم الله 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، 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 الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلنسمع بإذن الله تعالى إلى كلام الله جل وعلا، فلنسمع بإذن الرحمن سبحانه وتعالى إلى كلام الله جل وعلا، إلى كلام الله، إلى كلام الله، إلى كلام الله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه. والله وبالله وتالله نرى الخير يقبل ويشرق بإذن الله في نفسك، أي نعم، نرى الخير يقبل بإذن الله في قلبك ونفسك، لكنه الإعراض والصدور الناتج عن ماذا؟ عن الحقد والغلل رباك عليه الساحر. قد كنت تلميذه وكنت قريبه، صح أم لا؟ كنت تلميذه وقريبه، ورأى بفضل الله أنك قريب من الحق والخير، فوالله إني أراك قريب، تكون لك هبة ونور، ويكون لك بإذن الله إشراق وخير، تكون عند الله وجيها عظيما قريبا كريما حكيما قويا جندا، تكون بإذن الله تعالى مقبلا غير مدة طاعة الله وقوة الله ونصر الله، والحمد لله. والآن بإذن الله أرجو أن تصغي وأن تنصت معي إلى كلام الله تعالى، نعم، أن تصغي وأن تنصت معي بإذن الله كلام الله. اسمع بإذن الله تعالى ماذا قال الله جل وعلا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم. ولا أخاف ما
تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين فقبل أن يصغي الشيطان بالعناد وأن يصغي ويريد معرفة الحق والحقيقة شتان بين من يرفض السماع والإسراء والإنصات وبين من يستمع لمعرفة الحقيقة عنده قبول أن يقبل الحقيقة هذا ما أرجوه منك ألا تكون في صف فلان أو علان فقط أن تنظر إلى الفهم الحقيقي الفهم الصادق إلى النور الساطع الذي لا شك أنه يباشر قلبك وفطرتك فاسمع أريدك أن تسمع أريدك الجنة والخير في الدنيا والآخرة ألا تكون عبدا تكون حرا أن تعرف من هو الرب والخالق ولماذا خلقت ولماذا أصل كل هذه الرسل وأنزل كل هذه الكتب ولماذا جعل الله في العمر آدم ولماذا جعل عقلا ولماذا أقال حجة فاسمع ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حليب فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إلى من؟ إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مريب
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أريدك فقط أن تسمع. أنا أريدك أيها الشيطان يا من ألزمك في بدن بالفاحشة عن قوم لوط رأيتها وطالعتها وشاهدتها وتمتعت بنجاستها ومائها وبسحرها وعقدها وأسرارها ومكانها ومكان وقفها. فاسمع فاسمع ماذا قال الله جل وعلا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أسمعت الأنبياء يدعون ربهم صلاح الدين والدنيا والآخرة من أجل الكرمات والمكرمات والعطايا والمنح من الله عز وجل صلاح الدين والدنيا والآخرة أن يكون الاتزان في السير إلى الله بصلاح الدين والدنيا والآخرة على الكبر. يسأل ربه أنه يرزقه الذرية لأنه يعلم أهميتها وقيمتها على الكبر. وهب الله له إسماعيل وإسحاق على الكبر ويسأل ربه أن تكون الذرية تقيم الصلاة
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر كبيرا. اللهم ارحمنا برحمتك. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. صلى الله يجعلنا من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صلى الله جل وعلا يجعلنا من أهله وخاصته. ربنا وتقبل الدعاء إنك سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين. ألجئت يا رب كل كلمة كل معنى. أقسم بالله العظيم يا ليتنا نفهم وليتنا بعد الفهم نعمل. أسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم والعمل. آمين آمين. يقول الله تعالى اسمعني ما ست في هذا السيف للبرمجة دماغية وحسية وعصبية من ساحب تأثيرات كفرية وشركية وأهواء وميلات شهوانية. فإذا برمجتها بكلام النور والحق كنت قويا بإذن الله كما كنت قويا كافرا وتصبح قويا مؤمنا بارا فاسمع وعلا. الله أسأل في هذه الساعة أن يمن علينا وعليك بالهداية والتوبة والتوفيق والسداد والنور والخير والقوة والبركة في الطاعة والعبادة والرزق الواسع. اسمع جميعا اسمع. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله أكبر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا الله. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجو مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. التهزني صراحة تهز بها الزل فلما اعتزله صراحة فلما اعتزلهم على الكفر والفحش وما كانوا عليه وما يعبدون من دون الله وهبنا له ما ترك شيء إلا عوض الله خلاله حتى لا تكون تلك الوحشة في القلب
فكان الأنس بإسحاق ويعقوب، وكان الجزاء والمكافأة. الله أكبر. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. يا الله الفور. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وجعلهم نبيا يا الله، وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اسم رائع، اسماعيل اسحاق يعقوب، مع قصصهم وسيرتهم تزداد حبا في اسمائهم وانفاسهم. صلى الله عليه وعلى نبينا محمد. يا الله، اسمع 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 كلام الله جل وعلا عظيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أقسم بالله أن تعيش نفس كأن إبراهيم عليه السلام وتدعو قومك في زمان فيه الفاحشة وفيه عمل تماثيل أقرب الناس من عمك ووالدك وأنت فتى. يا الله، اسمع 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 اسمع. عيش عيش. أعظم ما تعيش به أنك تعيش مع القصص القرآنية ومع المواقف الإيمانية. اسمع، مش متخش أنا وقع لي وأنا الوحيد وأغير كونا وأسير سيرا. اسمع جيدا. إذ قال لأبيه وقومه. لما قال؟ وتبت أم القرآن. قال لي أبيه فتى صغير يقول لمن؟ لباه، من يرعاه، من يكفله، من ينفق عليه. وقومه، خرج ضد الأب القريب المقرب والعشيرة وقومه. هذا الجرأة والشجاعة والكاريزما والموقف والقوة وصلب الحق، وكيفاش تبنى الأمر، وكيفاش أمور ماشي لا تأتي. يهيئك الله ويعدك. فإذا رأيت بأبنك نجابة وفقها وقوة ما تقنعوش، إياك أن تقنعه. ما خذلت الأمة إلا بقمع، بقمع من لهم شأن كنطفئهم. يا لله المشتاق. اسمع جيدا. إذ قال لأبيه وقومه. قاعد تعود اسمع أنت اللي في البدن، تقول لي ساحر، شيطان، جان، أسحار، كواكب، نجوم، أفلاك. اسمع، احنا كلنا بعض الله معك، والله معك. إبراهيم عليه السلام كان مع ربه وحده والكل ضده، فماذا قال؟ اسمع اسمع، دير الحجاب. أعينت يقولوا لي يا لا مجتمع لا تقلت عزمة وما في تام الدرية. والله يهديني يتوب علينا. وهذا مش الخمر، وإن شاء الله بكرة نحشو نحيدو. اسمع جيدا. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هو يبدو سؤال لكن وراءه ما وراءه. وأحيانا أسلوب السؤال يكون قوي جدا، أسلوب الاستنكار، يعني أسلوب بالسؤال يعني تجعل الإجابة مفحمة، هو يجيب ضده ما يخبعك، ما يقول الجواب. أحيانا بلا ما تقدر تجاري الناس تكون ذكي،
فتعرض بسؤال كأنك ما فهمتيش، لكن الجواب سيظهر على أنهم ما يقومون به كساد وضلال، لا أساس له، لا قيمة له. وهذا فن، فن. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. شد أضرح اللي كمزوره، شد الصحراء اللي كتستعنوا بهم، واش نبواتنا وجدودنا كيمشيوا ليهم؟ كندوا الخبزة وكندوا الماء وكندوا الذبيحة. وإبليس ساجد هكذا، وجدناهم يسجدون لإبليس، يطيعون الشيطان أضرحة، ويقول لك غير القبة وسيدي ومولاي، ويعطوننا نقدم لهم النظر والقرابين، ويحفظون أبناءنا وجيلنا ومالنا وحصدنا وأنعامنا وهكذا. والعمزين، قولوا العمزين، قولوا العمزين، وإن المشكل. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وجدنا ماذا؟ آباءنا لها عابدين. مرشيش مشوا لبواتنا، سيدهم الكامل مشوا لبواتنا، سيدهم علي مشوا لبواتنا، سيدنا عبد الرحمن مشوا لبواتنا، سيدهم محمد، سيدهم باليوم، السادة كفاء حدث ولا حرج، كيمشي من بواتنا. وجدنا آباءنا لها عابدين. ما سم تبوريدا والخير، ولو شنو معاها؟ لو كانت تبوريدا والتراث والطقوس هذه التي فيها الفسحة وفيها بما يرضي الله ما إشكال، الحمد لله جيد جدا متنفس، لكن ما وراء الكأكمة، ما معها؟ المواسم. اسمع جيدا، للأسف الشديد، وهكذا كل بلدان إلا من رحم ربك عز وجل. فأقولها للشيطان، أقول له أنت تعبد ما كان يعبد والدك آباءك، ولكن باطل. اسمع جيدا، قسم قسم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا قول إبراهيم. ماذا أجابوا؟ قال سكت عن الصلاة، والله العظيم ذكرتني هذه بقصة حقيقية حكينا أحد الشيوخ في زمان في المسجد. كان أحد الأئمة يقرأ، فكان يقرأ من الأنعام فانجز، ووراءه فتى لا زال يحفظ سورة البقرة. فلما قال الشيخ انفجرت الفخير، الفتى يقول له فانفجرت. القارئ يقول الشيخ فانفجرت. فتكلم فقيه بجن يقول له كمل كمل ما دياش فهاد البرنوش. هي هذه مع غير باش نضحكوا شويه، هذيك سيك العب العب مع الوحش. يعني تشكون انت اللي غتجي تقول لنا احنا سيين فكنعبدوا هذا الشيء انت غير دابا ولاد البارح؟ كنقول من بدايه الدعوه قبل 20 عام كنقول لنا وصافي انتم ولاد البارح ولاد اليوم، جيتوا انتم غتعلمونا حنا كيفاش نغسلوا الموتى ونكفنهم وكيفاش تقول لنا السنه والبدعه وكذا. ولاد البارح ولاد اليوم، شوف شنو ولاد البارح ولاد اليوم، هذوك المسلمين الفقهاء بزاف كيقولوا لنا ولاد البارح ولاد اليوم هكذا، ولكن بشويه بشويه حتى فهموا الحق بفضل الله جل وعلا. اي نعم، الحق دائما غريب، قد تكون في بيتك بالحق بدايه تكون من الغرباء، فطوبى للغرباء. الجن في البدن حينما يبدا يفهم الحقيقه العقيده الصحيحه والسير الصحيح يكون في البدايه غريب، يصبح غريب وسط الاصحاب التي معه وحوله او الجن الذي لا زال كفر معه، يكون غريب، لكن النصر له باذن الله تعالى. هذه قصه لابد ان تفهمها. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم انكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قرآن يا الله سمعتي سمعتين لله. هيا نعيش مع القرآن بإذن الله وسنذهب إن شاء الله إلى لوط عليه السلام وغيره إن شاء الله تعالى. اسمع أنا معك بإذن الله بغيت غير خير أشهد الله أني بغيت خير. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. لا إله إلا الله أقسم بالله من لجأ إلى الله فقد لجأ إلى ربي شديد. اللهم افسح علينا في المشركين. هذه قوي جدا. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. مخرج منها إلا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ربي. ولو كان في الحق لكان خيرا. ولكن التآمر يكون بالتربية الكاسية واجتبك يعمل ومكزم. فهذا له تأثير شئت أم أبيت. بين الصلاح يدعون الأب والأم وربي من البيت. اسمع. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. حاشا يكون البيت فيه الصلاة والأم طاهرة والأب تقيم. قد تعتريه أشياء لكن يبقى الثواب الثابت بفضل الله. إذا رأيت التربية الكاسية فاعلم أن هناك الخلل. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولهذا لا بد قبل أن تختار فلا بد أن تجد اختيار من ربى ومن ربت. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب
فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب وأزلفت الجنة للمتقين. كلام الله سبحانه وتعالى، صلى الله تعالى وحبب إلينا القرآن. آمين آمين. اسمع جيدا، هذا الكلام أنزله الله تعالى على القلوب للقلوب شفاء ودواء والأرواح والأبدان والحياة. اسمع 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 اسمع، اسأل الله تعالى رحمنا برحمته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإبراهيم إذ قال لقومه أتعبدون وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وإبراهيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا
الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار اجتمع عليك الأعداء ما شئت من الغيبة وقدر ربك شيء الذي قدره ربك ولا ينسيكم خلاص انتهى الكلام اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار أنجاه الله عز وجل وسط النار أنجاه الله ولهذا لا تفقد الأمل لا تفقد الأمل في النجاة كيف كان قلب إبراهيم عليه السلام وكيف كانت قلوب الأعداء لتراقب إبراهيم عليه السلام حتى ظنوا أيقنوا أنه قد هلك حتى أنا وربه بالمنجنيق يعني من مكان بعيد ظنوا أنه قد هلك ظنوا أنه قد أحرق خلاص تجدوا آثاره أبدا النار تصل إلى عين السماء إلى السحاب الطير لا يكاد لا يقدر أن يمضي أن يطير فوقها لشدتها ولهيبها وحبها خلاص وهو إنسان بشحم ولحم ودم وسط ومقيد بقيود وسط النار وأرمي من بعيد لا رحمة ولا شفقة ما أرضوه لأنهم مس آلهتهم بسوء مس المنكر التي تربوا ونشأوا عليها العادة السيئة التي نصدروا أن يخلعوا عنها خلاص ينتظروا أن تطفأ هذه النار تخمد هذه الميران وانتهى إبراهيم وانتهت قصته وانتهى ما كان يزعم ما كان يدعو إليه ويقول قد انتقمت الآلهة ها؟ انتقمت منه الآلهة وما اللي حصل العجب أنهم وجدوا القيود التي هي التي قطعت وحرقت ولم تمس النار جلدهم بل كان ربما في موضع أأمن مما كانوا فيه وهذا يقين كانت تصل حارة النار وهول المشعر لكن وكان في مكان مكيف بردا وسلاما مكيف جو في حرب الصحراء والقاحلة والحرارة والشمس والنار كانوا ينظرون في العراء
لكن وكان في مكان مكيف أمن وأمان. سبحان الله. ويزد إيمان إلى أرض الله كشريك الأجزاء. أقسم بالله العظيم يأتيك المخرج والفرج من حيث لا تظن. أقسم بالله العظيم اليقين بالله شيء عظيم جدا. اليقين بالله عز وجل شيء عظيم. حسن الظن بالله شيء عظيم جدا. هما نفتقده. صلى الله عليه وسلم اليقين. صلى الله عليه وسلم حسن الظن به سبحانه جل في علاه. ولهذا قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اسمع جميلا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أمثالا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا ما قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. أسأل الله تعالى بمنه وفضله وجوده أن يهديه. قل آمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله يقال كل اسم عظيم بالفواحش والمنكرات يقال كل اسم عظيم بالنجاسات والقارورات يقال كل سحر للفواحش والمنكرات بسم الله يقال كل سحر عظيم للفواحش والمنكرات بسم الله يقال كل سحر عظيم للفواحش والمنكرات بسم الله يقال كل مس عظيم للفواحش والمنكرات
الرجال يقال كل سحر عظيم بآثار السحرة بآثار السحرة بنجاسات السحرة بأنفاس السحرة يقال كل سحر عظيم بآثار السحرة بنجاسات السحرة بنجاسات السحرة بأنفاس السحرة بنفث السحرة بعقل السحرة بنفث السحرة بعقل السحرة يقال كل سحر عظيم عقلوا على قلوب الإنس والجان على قلوب الإنس والجان على عقول الإنس والجان على عورات الإنس والجان ما قل Let's just go.
فيكم خير وربي فيكم خير. أنتم تسعون الآن بإذن الله جل وعلا أن تفكر وأن تحل دمه للجن والشياطين ونجاة الجن والشياطين ويضربون لفكها وحلها في رأسه عقد قوية عقدكم عليه. فهي بإذن الله أول ما نبدأ به الإسلام تحل بإذن الله تعالى حتى يدخل في دين الله أفواجه ويرفعون رمز الماسون أي نعم للجن والشياطين دم نجاسة ويضربون على الرأس أي هناك سر لا بد أن يفكر ويحل وهو في الرأس عظيم وقوي. وأقول نعم يضربون على الناصية وأنا أقول لكم أبشروا بحقي وادخلوا في دين الله فما جئناكم إلا بالحق نرجوكم ربي الخير. سيقوا أننا نبغي لكم الخير فاسمعوا لله فأعلوا لله بالإسلام بحق بقلوبكم ليس بالإكراه. وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قال صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الله أكبر.
فيكم وربي أرى التوحيد يرفع خفية بفضل الله في الشمال وقادم على توحيد الله عز وجل. فاسمع ماذا قال الله عز وجل. أسأل الله أن ينصرك، قل آمين. أسأل الله أن يفسح عليك ما فسح على إبراهيم، قل آمين. أسأل الله أن يحبب لك إبراهيم، قل آمين. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه، يا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعلها كلمة باقية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. اسمع جيدا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. مع إبراهيم عالم الضيافة والكرم البطولة والقوة. اسمع جيدا. ذهب إلى إلي فجاء به عجل سمين. الله أكبر. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. ملائكة الله عنده يظنها رجال. الله أكبر. قرب إليهم ما يقربه إلى الرجال الضفان. الله أكبر. قرب إليهم ماذا عجل سمين. اسمع جيدا. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أسمعت؟ أسمعت؟ أسمعت أم لا؟ أسمعت أم لا؟ أسمعت أم لا؟ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب يخافون العذاب الأليم. معضلة ربي أن لم أربي أبناءنا على خوف الله، على مخافة الله، أقسم بالله، ولم نربي أنفاسنا وأرواحنا وقلوبنا على الخوف من وعيد الله. أصبح يأتينا الخطاب والوعيد كأنه أمر عادي جدا، كلام على ورق، مع أنه اليقين والحق. اسمع. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. سمعت؟ فما الذي يحول بينك وبين النطق بها؟ الإسلام. ما الذي يحول بينك وبين النطق بها؟ الإسلام. هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله، قلها لله. أراك وربي تشير بالتوحيد بفضل الله تعالى. أنفس كلها في الطريق، في الصدر، في البطن، وهكذا حرب يريد أن يقولها، سحر يصده، شهوات تصده، حرب بينه وبين نفسه وبين ذاته، وسيتغلب بإذن الله عز وجل عليها وينطق بها بإذن الله تعالى. اسمع. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أسمع. أراك قريب ترفع التوحيد فقلها، نسمعها يرحمك الله. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
تولى الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم السميع التوحيد يرفع بفضل الله جل وعلا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وتأتون في ناديكم المنكر
بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا موزنون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الحمد لله حمدا كبيرا قل لله تعالى نسمعها بإذن الله كما نراها عيانا. أشهد أسأل الله تعالى أن يرفع قبرك وأن ينحي الظلم التي على بصيرتك وعلى بصرك وعلى قلبك وفؤادك وشهوتك. ومن هذه الساعة يجعلك الله عز وجل في السعادة التي تطير بها فرحا وخيرا ونورا وقوة ونصرا وفتحا من الله جل وعلا. أسأل الله لي ولك ولنا جميعا الخير والفتح المبين والنصر المبين. أسأل الله لي ولك القوة والعزة والرفعة في الدارين وحبب إليه الله جل وعلا ما يحبه وأن يقودنا الله عز وجل ويسرنا الله عز وجل وأن يسخن الله عز وجل وأن يستعمل الله عز وجل سواء شئنا أن نبين فيما يحبه وأن لا يقنئن فيما يحبه وأن لا نسئن فيما يحبه سبحانه وتعالى وأن يختلنا ما يحبه جل في علاه وأن يسعدنا فيما يحبه وأهواءنا فيما يحبه وطاعتنا ورغباتنا فيما يحبه ولي ذلك ومولاه وأن يرحمنا برحمته تولنا كما تولى الأنبياء ورسله. اللهم آمين آمين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله بقوة. أراك بإذن تقبل على الله وهذا مشهد وموقف عظيم يحسب لك وسترى عيان عند الله عز وجل بعدما كنت ثعبان قوي صاحب ماء الرجال والنجاسات والسحر الأصحاب في كيد الفجار وكنت تؤذي بالليل والنهار وأنت الآن بفضل الله ترفع التوحيد في يمينك الشمال وتقاوم بإذن الله تعالى كي تجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعدما اختفيت فيه سنين طويلة وعقود عديدة وعذبته في كل من نواحي حياته وبعدما تحديت الله وتحديت القرآن وأنت الآن بالقرآن أصغيت وخشعت وجئت باللين وبالإقبال لم يكنك أحد إنما بنور عقلك وفهمك وبما حرك الله من قوتك وإرادتك جعلك الله تعالى مقبلا غير مدبر. فقل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير مما يشركون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تغفر الذنوب خطايا الله. وفي هذه الساعة اغفر لنا جميعا واشفنا جميعا وارزقنا جميعا وانصرنا على من عادانا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. نعم لو قلتها ما سمعتك جيدا. لو أقولها كذبت عليك. لا كذبت علي. لو قلتها ماذا؟ كذبت عليك. لا أنت ترفع التوحيد بإذن الله تعالى. أنا أراك ترفع التوحيد صح أم لا؟ ترفعه في اليمين في الشمال. إذا أنت بإذن مقبل على الله عز وجل فقط تحتاج إلى أن تنطق بها
وأن تسعى بإذن في العمل بها بالصلاة والذكر والقرآن والصدقة وفعل الخير، وأسجد ربي الإحسان من الله يتجلى عليك في كل أحوالك بإذن الله، ويشيك الله من كل بفضل الله من كل أسقامك وعيالك إن شاء الله تعالى، ونحن معك أبشر بها خيرا فقولها لله، فوالله لو لم يكن فيك خير ما استجبت جوارحك وأنفاسك لله تعالى، صح أم لا؟ فقولها لله تعالى بصدق بحب لله، ولا بد من المجاهدة بالدعوة والموعظة والقرآن حتى تثبت عليها بإذن الله تعالى وتكون قويا بإذن الله. لا شك أنك سرت في طريق الكفر والسحر سنين، لم نكرهك الآن لا بقوة ولا بضغط ولا بعنف ولا بتعذيب، إنما بإرادة القرآن بقوة القرآن بموعظة القرآن بفضل الله تعالى، وهذا لا مس شيء فيه خير فيك، فهو الذي جاء بك إلى الله عز وجل، فهي إلى الله، واعلم والله لن تندم بإذن الله، فقط أنك تذق لذة الإيمان وطعم الإيمان، ستعلم أنك كنت في حرمان، سوف تأتي الله عز وجل تبقى في هذا الطريق إن شاء الله عز وجل. قلها لله تعالى بيقين، قلها لله تعالى بيقين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هيا بإذن الله تعالى قلها لله. أفي الله شك؟ من ربك؟ ما الذي خلقك؟ الله، جيد، نعم نعم، ما الذي يحل؟ أنا الآن هنا كي أساعدك، ما الذي يمنعك؟ أنا أبغي أساعدك، شو يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ بإذن الله تعالى، هل يمنعك مانع؟ يحبسك حابس؟ ما؟ شياطين خارج البدن، ثق على أننا معك ولن تصل إليك بسوء بإذن الله تعالى، لن تصل إليك بإذن المولى سبحانه وتعالى بسوء، وأنا أعدك أنك إن شاء الله احفظ الله يحفظ، سوف تحفظ إن شاء الله تعالى أمر الله، وتحفظ بإذن ما به حفظ الله جل في علاه، والله العظيم لن تصل إليك الشياطين بسوء، وأنا أعدك بهذا، فهيا إلى الله جل وعلا، نحن الآن نتعاون على الخير بإذن الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، اتبع الخطوات التي أقول لك أوصيك بها وسترى العجب بإذن الله تعالى. أبشر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى وأن لا أتعاون على الإثم والعدوان، أعاهد الله أن أكون عونا على إبطال الأسحار وأن أوقف الإثم والآثام والفواحش بالليل والنهار، عاهد الله تعالى أننا سوف نساعدك بإذن، فهذا الشياطين التي تحيط بالبدن بإذن لن تبقى، وهي تسمع بإذن الله جل وعلا، فلن تبقى بإذن، لا سبيل لها لأذيتك ولن تصل إليك بسوء بإذن الله تعالى، ونحن معك والله معنا جميعا. خلاص اختر اسما، سمي نفسك اسم يحبه الله عز وجل يحبه، أو سميك إبراهيم، علي أو يرد علي، خلاص علي بإذن الله، علي حتى هو اسم جميل، سأل الله تكون شابا قويا في طاعة الله، سيف من سيوف الله جل وعلا علي. طيب بإذن الله تعالى من اليوم اسمك إن شاء الله علي بإذن الله تعالى، ولكن أوصيك وصايا، أن تحب هذا البدن، ألا تعتدي عليه، ألا توسوس له، بل أقبل أنت وهو إلى طاعة الله، إلى القرآن، خذ الأنوار من الله، خذ الزاد من الله، أيقظه بإذن الله تعالى للوقوف بين يدي الله ولقراءة كلام الله والتأمل في كتاب الله، مفهوم؟ حينما يستمع إلى الرقية حاول أن تستمع بقلبك كي تفكر الأسحار وتزداد هالة الإيمان وتدك حصون الشيطان، وبإذن الله كذلك حاول أن تستمع إلى القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حول البدن حتى تفر هذه الشياطين ولا يستطيع الوصول إلى أي سوء أو إساءة أو أذية كان صغيرة أو كبيرة، وسيكون برنامج خاص بها بإذن الله سبحانه وجل في علاه، لكن أهم شيء عندي أن تبقى أنت لا يصلك سوء ولا تأذى ولا تؤذى بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن تبقى طاهرا تقيا نقيا، تحافظ على هذه الشهادة على الاستقامة
على حب هذا البدن، على حب الله بداية. خلاص عهد أمام الله. أسألك سؤال، هذا الشاب تظلم أو تظلمش؟ ظلم أم لا؟ نعم ظلم كثيرا صح، وأوذي كثيرا نعم سنين صح، معطل عليه حياة كلها معطلة سنين، عطل عليه الزواج والعمل والكسب والصحة السعادة كل شيء معطل صح، سنوات وهو في عذاب وفي حرمان. فقل كفى، فكما كنت نقمة كن نعمة، كما كنت في الحرمان فكن في العطاء بإذن الله، أنه إن شاء الله تعالى من الآن يذوق لذة الإيمان والشفاء والراحة والنوم والخير والنور والبركة بإذن الله تعالى. ونحن نواصل السير حتى نرى الشفاء التام بإذن الله عاجلا غير آجل بتوفيق الله تعالى. خلاص علي اتفقنا؟ اتفقنا. لا شيطان في البدن ولا كفرة ولا فحشة ولا فاحشة بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأجر والثواب، وأن لا يحرمنا الخير حيثما كنا، وأن نكون مباركين حيثما كنا بالخير والبركة والقبول. اللهم آمين. أسأل الله تعالى، اللهم اختارنا فإنا لا نحسن اختيار لأنفسنا، وجد علينا إنك أنت الجواد الغني الكريم، واجعل ما نقوم به خالص لوجهك الكريم. اللهم تقبله منا واجعله في موازين حسناتنا. اللهم أسعدنا إنسنا وجنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجلسة القادمة بإذن الله تعالى نزداد لحمة وحبا وخيرا مع علي ومع البدن بإذن الله. أقبل أيقظوها هيا بإذن الله تعالى. الله المستعان، ولا تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلاة لا بالعكس هذه جدا ان شاء الله انه راي لا الاسلام. شو نشرح لك نقطه مهمه. المره الاولى كان بالضغط، كان تحت الاكراه. اسمع تفرق ما بين الجلسه الاولى والجلسه الثانيه. الجلسه الاولى كان تحت الضغط والاكراه، بالضغط والتاذيب، هذا اللي قال لنا. الان كان تحت ماذا؟ التاثير والاقناع، مفهوم؟ ما انتم عذبنا موال استعملنا معه بفضيلة حتى الحجة بالحجة والإقناع. بس ليش الضربات هذه كانت على الرأس أثناء الربع؟ أقول لك ليش، لأن لما هو حاول الإسلام ما استطاع، فلا بد أن يفك عقد في الرأس، لأن ضربته ليست كضربتنا نحن. وعندهم أمران اثنان عند الجن حينما يريد أن يبدأ يعالج العلة أو يفك هو عقده. نعطيك مثال، الجن والشياطين لها أمران اثنان، إذا أرادت بصدق على أنها تبدأ تعالج نفسها أو تساعدك في فك عقدها، لأن أحيانا قد هي تفك العقدة أكثر منك أنت، حتى وإن كنت أنت تساعد. والأمر يتجلى في أمر اثنين، إما أنها تبدأ بمسح على موضع العلة والداء والنار كثيرا، حين يبدأ بالمسح يعلم أنه بدأ ماذا؟ بدأ يعالج نفسه أو يعالج البدن أو يساعد نفسه في فك العقد والأسرار والأصحاب التي عليه وعلى البدن باللمس، مسح. أو تجد أحيانا يضرب مكان موضع العقد والأقفال، يضرب الرأس، يضرب هكذا، يضرب هكذا، يبدأ يضرب هكذا كذا، يعني هو يعرف كيف يفكها ويحلها. فهمت؟ طيب كلامك صحيح 100%، لأنه هذا المرة حصل الضرب على الرأس، والمرة لما كنا أنا وأنت في أناسي إذا تذكرنا، والمرة لما كان ضرب على الرأس أي في الجلسة تأخرت. هذه ثاني مرة. والمشكلة عندك في الرأس، الكبيرة في الرأس. والمشكلة إنه أوريك الآن صورة الحجامة اللي عملها أبو النعيم. خرجت كبد من هذا المنطقة هذا. هكذا يابس هكذا
فهمت ما راح اخذ بي واحد لا خذ راحتك ما عندي مشكله بصراحه. طب حتى لما عمل لي الحجامه اول امس طلع ثلاثه كبات من حق الحجامه في هذا المنطقه وكلها مليانه بالدم الحارق. يعني شيء مخيف. كان ابو نعم قال ابو نعم انا عملت الحجامه قبل 20 يوم مش متوقع انه كان بيحصل هذا. شوفها كثير. نعم شوف كيف يابس على الرقبة يابس. نعم محطوط في مكان. قبل يومين هذه؟ لا هذا قبل تقريبا 20 يوم عملها. تبيد خاص تعودها ضروري. انا 20 يوم بكفي لو عملها. اوكي لك في كثير عايدها. وهذا احنا شوف قبل 20 يوم عملنا هذا الحجام في هذا المنطقة واول امس عملناها كمان وخرج اكثر من ما خرج المرة الاولى. نعم عايدها مقلك عايدها. لكن الان كن على يقين. شوف فرق ما بين أنت لما تكون تكره الجن وتأخذ منه تسحب منه الطاقة عكس أنه يكون هو مذعن ويساعدك في سحب الطاقة السلبية. شوف أنا أقول لك الرقية معك ثانية مختلفة. بخرج أنا مرتاح ومقتنع. لو بطلعت من نفسيتي وشكلي وكلامي وعقليتي وهذا قبل الدخول بتلاحظها الآن بعد خلص الرقية أنا إنسان ثاني. فهمتك. شوف أنت الآن إن ركز معي جيدا الآن نقول لك الآن طبعا. بعد هذه الجلسة كثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار الموعظة الكثيرة تجد للجن السلف صالح عندي موعدة فيها أظن 4 ساعات أو 7 ساعات تبقى تسمع لها كثير. لماذا؟ الآن نقطة تحول في مسار الجني لابد يفهم شيء جديد. لا تخالط الناس الآن أصحاب السلبية خذها مني باليقين. لا تخالط الناس من يعطون صورة سيئة عن الإسلام لأنك الآن في مفترق الطرق. كل ما تأخذه بشكل وسواس أو شكل نفسي أو شيء غير جيد عن الإسلام يشربه فيغيره. أنا أقول لك لابد الآن أنك تعطيه الذوق والرونق الجميل جدا الأذكار وحب الخير وسماع الموعظة والإسلام وكذا وهذه بفضل الله تعالى. لما تأتي عند قل له لا يسلك معه الآن أي مسلك تعذيب بالمرة ونسأوصي من الآن نهائيا احفظ هذه الوصية. كل ما من شأنه أن يثبت في قلبي حب المسلم لأنه ما بدا يتكلم عن أبو النعيم إلا بالتأذيب. الأقوياء الأشداء القوة تجذب لهم قوة أخرى فيكون الندية هذه بهذه. الآن باللين بالحب بآيات الإسلام بكذا وسنكتشف أسرار أخرى. الآن يبدأ مسلسل آخر الآن بإذن قريب. الآن يثبت الإسلام تحصل الامور هو يساعدك ما يساعد في الراس يساعد في امر الخروج. لكن ما تغيرش الان لا تغير منهجيه. اصلا جبت كلام ابو النعيم. شوف اللي بدنا نسويه الان المنهجيه اللي ذهبت عليها هنا هي اللي تذهب عندي وعنده لان كنا نفرق احيانا. لكن الان خلاص نثبت على هذه باذن الله تعالى. انا شوف نظري رايتي هي اللي نذهب عليها باذن الله تعالى. خلاص اللي بتشوفه انت. ابشر. امين. السلام عليكم. بعد قليل نبدا ان شاء الله مع الحصه الثانيه لاننا ستنصدر خارج القاعه ان شاء الله. اصحاب الحصه الثانيه تاخرنا عليهم لان الحاله تحتاج ان يكون معها في الوقت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب حبيت اني افصل بي لكم اشياء ولكن فيما بعد ان شاء الله.